كتشوفوا هاد الاتبسات ديال الساحب، هادو ماشي ديالي انا، انما ديال المتابعين ديالي اللي سردناهم انا والفريق ديالي ليلهم، حيت ربحوا في مسابقه اللي كنعد لكم في هاد الموقع اللي نشرحه لكم اليوم. ابار انه موقع مجاني وربح فيه كبير، وفقط من خلال انك تلعب العاب، ولكن الارقام هادشي كنعمل لكم واحد المسابقات اللي فيهم سحوبات حكا كاين حنا كنسردو من المتابعين ديالي بطريقه اللي مجانيه بسيطه، كتسو 25 دولار 20 دولار لواحد واكثر من هادشي كامل. بغيتي تعرف كيفاش تدخل تشارك، كذلك تربح من الالعاب المجانيه، تابع الفيديو حتى الاخر. وكذلك كاينه مسابقه ديال الدعم بالغمالي في هاد الفيديو. السلام عليكم، كيف الاحوال ديالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا مزيانين باحسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم انا متحمسه له بزاف بزاف بزاف. علاش؟ الطريقه اللي مجانيه 100% فقط من ربح من لاعب الالعاب. وابار من لاعب الالعاب كاين واحد المسابقات اللي كنعدلهم انا شخصيا، ماشي هادو اللي كاينين في اليوتيوب، لا، مسابقات مبالغ ماليه كنعدلو في هذا الموقع هذا نيت في الحساب ديالي، كنربحكم فيهم مبالغ ماليه. وشتو شحال ديال السحوبات؟ هادو ماشي سحوبات، هادو فلوس حنا سردناهم من المتابعين ديالي اللي ربحوا. كتشوفوا 25 دولار 20 دولار 15 دولار وبزاف، باش تعرفوا انهم مسابقه حقيقيه. ابار انه في الفيديو غادي تستافدوا منه بزاف. علاش؟ غادي تستافدوا انكم كيفاش تلعبوا الالعاب بطريقه اللي مجانيه وتربحوا، وفي نفس الوقت كيفاش تشاركوا المسابقات ديالي اللي في هذا الموقع وتربحوا منه مبالغ ماليه بطريقه اللي بسيطه. ابار انه نتوما كتدخلوا الموقع وكتلعبوا فيه بطريقه مجانيه وكتربحوا، كنزيد انا لكم مسابقات من خلال انه المتابعين ديالي اللي كيلعبوا في ديك الموقع كنختار منهم بعشوائيه وكنسرد لهم فلوس، وانفهموا كل شيء اكثريه في التطبيق. انا دابا عارفه ما تفهموش بزاف كيفاش الطريقه ديال الربح، وكنشرح لكم كل شيء بالتفاصيل، فبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. كذلك كاين في هذا الفيديو مسابقه ديال الدعم بالغمالي، ابار اللي نشرحها لكم من دابا شويه. هذه ديال الفيديو من خلال انك كتفرج الفيديو كتبان واحد الكلمه كتهزك تخليها مع التعليق ديالك، كتكون مشترك في القناه عامل لايك، هكا كختار شخص واحد بالعشوائيه كتواصل معاه كتسد له 20 دولار. هادشي ما كان، دابا غادي ندوز باش نشرح لكم كلشي بالتفاصيل، فيلا بينا على بركه الله. اجي نوريكم كيفاش تجيبوا الرابط ديال الموقع. ملي تكليكيو في الرابط اللي كاين في صندوق الوصف يدخلكم لهاد المقاله، غادي تهودوا حتى تحت فين كتسري الكتابه، اجبروا رابط الموقع هنا اسكو في الزرق، اتكليكيو فيها اوتوماتيكمون غادي يدخل لكم الموقع وغادي تسجلوا باش تبداو معايا. وهذا هو الموقع ديال الالعاب اللي نشارك معكم. اول حاجه نمشيو لتسجيل الدخول، انكليكيو فيها، نجيو هنا التسجيل غادي نسجلوا. تسجيل سهل، يا اما تختار انك تسجل فيسبوك جوجل ولا تويتر، ولا تعمل اسم المستخدم والبريد الالكتروني ديالك. وغادي توصل لك واحد الرساله على الايميل ديالك باش تفعلوا ويتاكدوا انه الايميل ديالك صحيح. هكا تدخل وتبدا معايا. كي كتدخلوا الموقع كتجبروا على هذا الشكل، ابغيت لا يدخلكم البروفيل ديالي باش انكم تتابعوني في وسط اللعبه. علاش؟ باش انني من ندير المسابقات يطلعوا لكم. من دابا شويه نشرح لكم كلشي على المسابقه، ولكن بقاو معايا ضروري نشرح لكم الخطوه الاولى باش تفهموا اكثر على المسابقه اللي عدل لكم انا في وسط الموقع اللي كيربحوا من المتابعين ديالي مبالغ ماليه اللي كبيره. اجي نشارك معكم عاد مورها شارك معكم هذا الموقع. تشوفوا هنايا هادو جوج مسابقات اللي عملت. المسابقه الاولانيه كليكيو فيها باش نوريكم الاثبات ديال السحب، انه إيه هاي المسابقه اللي كانت، هما الناس اللي ربحوا، ها هما الطوب خمسة الاولاني ربع 20 دولار. جينا تكينا في الاولاني، غادي ندخلوا البروفيل ديالو هنايا، ها هو غادي نمشيو للرسائل، اتلقاو انه ها هو قلتلو انك راه ربحتي، هيا ربحتي المرتبه الاولى، عطينا الايميل ديالك، عطانا سرتلو 20 دولار، فها هو ويطلع لكم هنا بلي انه توصل ب 20 دولار. ومع هادشي كامل درنا مع داك الفائزين كاملين. هذه كانت المسابقه الاولى، هاد هما اللي كانوا الفائزين. وكنتمنى اذا كنت هنا في القناه ديالي كتبوا بلي انكم بصح ربحتوا توصلتوا بالفلوس ديالكم. ومسابقه ثانيه اللي ربحوا فيها عاوتاني هاد الخمسه ديال الاشخاص، هادو كانت ابتداء 25 دولار حتى 5 دولار ربحوا، وهي مسيدة كينا في الاولاني. شوفوا في الرسائل عاوتاني اشوفوا انه ها هو قلتلو راه سرد لي المحفظه ديالك، تيفوزتي الاول سرد لي المحفظه ديالو، قلتلو صافي تم التحويل لك، هو شفتو انه توصل فلوسو. هادشي من دابا شويه نشرح لكم كيفاش نتوما تشاركوا في هاد المسابقات وتربحوا. دابا نجي نشرحكم على الموقع اكثر. هنا تقدروا انكم تلعبوا الالعاب وتربحوا. اذا مشينا هنا للالعاب انكليكيو فيهم، تلقاو مجموعه ديال الالعاب. تخيلوا معايا اي لعبه اختاريتيها من هادي، مثلا اختاروا حنا بالعشوائيه هاد اللعبه هادي، غادي تدخلنا هنايا، غادي نقراو على اللعبه، غادي نجيو هنا نحيدو هاد لافليش، غادي تبدا لنا اللعبه هنايا، نقدروا اننا نلعبوها. عادو بلاي،
هنا كتبقى تلعب، المهم كتلعب هايده، وكل ما كتلعب كل ما كيتزادوا لك النقاط ديالك هنايا، وما كتشوفوا هاد اللاعبين ديجا لعبوا راه عندهم النقاط ديالهم هنا، كل ما كتلعب كيبداو يتزادوا لك الالعاب ديالك هكا النقاط ديالك، وكتمشي هنا البروفيل ديالك في الملف كتجبر انهم النقاط ديالك ها هما فين كيتزادوا، فهاد النقاط كتقدر انهم تحولوا فلوس حقيقيه وتجبدوا. فهنا كنظن فهمتوا انه الموقع هو عباره على اننا كنلعبوا العاب وكربحوا من خلاله. فمراها مي كتجمع هنا النقاط ديالك مثلا كتمشي هنا للمتجر وكتقول مثلا انا عندي 80,000 نقطة بغيت نحول ل 20 دولار، ولا عندي 50 دولار سنحول، عندي 200,000 نقطة سنحولها 50 دولار، نعمل انا مثلا شراء، نعمل اوكي. هيدا اذا مشيت للبروفيل ديالي والملف ديالي جيو هنايا فين عندنا الفلوس، تلقاو ان ديال بصح هي تحولات لين 50 دولار. واحد الحاجه اخرى هنا في الموقع كتقدروا تحبوا مي كتوصلوا 100 دولار، ولكن في المسابقه ديالي لا، اذا وصل اذا ربحتوا مثلا 5 دولار ولا 10 دولار كنصرد لكم دايركت بلا ما كنحط لكم في الموقع، كتعطوني باي بال ديالكم ولا يو اس دي تي ديالكم كنصرد لكم فلوسكم نيشان كيوصلوا لكم. فهاد الشيء اللي واعر بزاف في المسابقه ديالي. فدابا شرحتكم كيفاش انكم تلعبوا في الموقع، كيفاش انه تسحبوا الفلوس ديالكم، وانا الحمد لله ديجا سحبت بزاف معاكم. دابا جا الوقت انا نشرحكم على المسابقه ديالي اكثر. المسابقه ديالي اول خطوه خصكم ديروها هي من تسجلوا وتفتحوا الحساب ديالكم تنضموا ليلي، كنبقى انا نعمل واحد المسابقات، كنعمل مثلا اضافه مسابقه وكنعد لها المتابعين ديالي، ولكن ديجا كانوا مسابقات كيكونوا بطريقه تنظيميه، ولكن كان بزاف ديال الغش، كاين الناس كيحاولوا انهم يهاكيو اللعبه، كاين الناس كيحاولوا انه يديروا شي خدعات باش انهم يطلعوا لهم النقاط اكثر، فقلنا نعدلوا مسابقه ان شاء الله بالعشوائيه. مثلا كيفاش تكون مسابقه عشوائيه؟ هي نختار مثلا 5 ديال الفائزين، ولكن الفائزين ضروري كاملين المتابعين ديالي يلعبوا في اللعب، يعني تدخلوا هنا تلعبوا في الالعاب وتوصلوا 10,000 نقطه، يعني سهله بزاف انك توصلها، تقدري من لعبه وحده توصل. ومورها نختاروا بالعشوائيه باش ما كيوقعش الغش، يعني نختاروا مثلا بالعشوائيه نقول لكم اختار 5 ديال الاشخاص وكل كاملين مثلا يديو 10 دولار 10 دولار 10 دولار، فهذا الشيء يرجع ان شاء الله في المسابقه. ولا بعض المرات نقدروا نوصلوا حتى 20 شخص 30 شخص، مثلا نقولوا 30 شخص كاملين يديو 5 دولار، فهاد المسابقات الصراحه كيعاونكم بزاف من خلال راس المال، وكما شفتوا انهم حقيقيين. نعاود نشرح لكم الطريقه ديال المسابقه باش اللي ما فهمشي. المهم ادخلوا نتوما تفتحوا حساب في هذا الموقع كما وريتكم. انا هيدا كنمشي كنعمل مسابقات مثلا بحال هادو، كنعملهم مده مثلا سيمانه، كنقول لهم اللي وصل 10,000 نقطه غادي يدخل مثلا في السحب ديال العشوائي، يعني اي واحد دخل 10,000 غادي نختاروا منهم، وخمسه مثلا اللي نختاروهم غادي نعطيو مثلا 20 دولار 20 دولار، هادشي اللي غيكون. وكيفاش كتعرفوا انا واش كاين مسابقه؟ ضروري تبعوني انا في التليجرام ديالي، وتبعوا التليجرام اللي اخر لكم اخر ديال الشركه، وكذلك انسرد لكم ميساج، نعمل رساله ارسال رساله الى الفريق وغادي نسرد لكم كاملين بكم فحال هكا. ها هما هادو الرسائل معاكم نتوما، هادو كنسرد لكم الرسائل اللي لكم كاملين. كتطلع كتجبر بلي ان كاين مسابقه ديال الافتتاح، كتدخل كتشارك. فضروري انكم تستافدوا من هذه الطريقه، حيت صراحه كل ما يكون تفاعل اكثر كل ما غادي الجوائز تكون كبيره، فحاولوا انكم تشاركوا. بالنسبه للمشاركه الناس اللي يقولوا لي فاطمه كيفاش نجمعوا ديك النقاط، فقط كتدخل هنا للالعاب كتبقى تلعب هاد الالعاب بالعشوائيه كتجمع منهم النقاط، المهم توصل 10,000 نقطه. ملي توصل 10,000 نقطه ادخل في السحب العشوائي، حنا نهزو 10 ديال 10 الناس ولا 5 الناس 20 الناس يربحوا، نصرفهم 10 دولار 20 دولار على حسب شنو انا قلت لكم في المسابقه. فبقاو ردين بال مع البروفيل ديالكم، دخلوا لعبوا جمعوا النقاط. والانواع انهم يتلعبوا واحد اللعبه غادي تربح منها فلوس، في نفس الوقت ديك فلوس تجبروا في الملف ديالك انه لعبتي مثلا حصلتي على 10,000 نقطه غادي ديها، وتقدر انك وفي نفس الوقت غادي يوصل لك الارباح اللي ربحتيه في المسابقه ديالي، يعني تربح جوج مرات. وابار واحد الحاجه، حتى الموقع راه كيعمل لكم مسابقات، هنا دخلتوا المسابقات غادي تجبر الموقع ديجا عندكم بزاف ديال المسابقات، مثلا كيقول لكم لعبوا هذه اللعبه، غادي اذا جيتي الاول ولا الثاني ولا الثالث غادي تقدر انك تحقق مبالغ ماليه، وكيصرف لكم الجوائز ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان الفيديو يكون اعجب ديالكم، كذلك استفدتوا منه بزاف. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو في راسكم وسلامه.